Drop it. مرحبا بكم في لاشين ديالي أمي ما رهونيش. كيف ما كتشوفوا أنا جيتكم فيديو جديد. الفيديو اليوم غادي يكون مختلف على كاع لي فيديوهات اللي فاتوا. المهم كيف ما كتشوفوا أنا دابا في المدرسة. أنا في المدرسة يلاه ساليت الكور ولبس حصه تونيت فيل. مازال يلا خرجت من الكور دابا وجمع الويكاند وماشي فحالي للدار. الفكره ديال اليوم الفيديو غادي يكون كيخص البنات, ما غاديش يكون كيخص الدراري. المهم هو كيخص البنات 100%. دونك الفيديو اليوم اقترحوا عليا البنات اللي تنعرف وقال لك علاش ما ديريش كفيديو كيف ما غتشوفوه. وفكرت باللي بصح فكره زوينه وغادي يستافدوا منها البنات كاملين. الفيديو غادي يكون هو على مشطات الشعر اللي تيديروها البنات, وغادي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هي سهله وماشي صعيبه ويمكن لك ديريها براسك. المهم البنات اول حاجه غادي نديرها هي غادي نطلق شعري, غادي نطلقو مزيان, غادي نفرقو في الوسط بحال هكا. صايب زهر راسي وكتجي كيوت صراحة, كتجي زوينة, كتجيك مع اليونيفورم ديال المدرسة. إلا كنتي تتقراي مع لبسة ديال الخدمة ديالك, كانت عندك سواري ولبستي شي غوب دو سواري مع أي حاجة صراحة كتجي كيوت وزوينة زوينة بزاف. من بعد مني كتسالي يمكن لك تخرجي واحد لافرونج صغيرة بحال هكا أو اللي بغيتي ديريه. وكتجي صراحة فنة بزاف, كتجي زوينة. وأنا متأكدة إلا درتيها نتي راسك ويدك ما غاديش يتيقوك كيف ما تيقونيش حتى أنا, وغادي يقولوا لك لا بلي عملها لك شي واحد ويمكنش ديريها بوحدك. وكيف ما شفتوا معايا في لا فيديو هي كانت طريقة سهلة وتديريها بوحدك وتديريها القدام وتسقلبيها بحال هكا. المهم البنات لا فيديو ديال اليوم غادي تكون سالات, كنتمنى تكون نجلت الإعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك وتخليوا لي الراي ديالكم كيفاش جاتكم, واش نبقى ندير لكم بحال هذا النوع من لي فيديوهات. وما تنساوش تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش يوصلهم حتى هما يستافدوا.
d'appui.